أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. لا تلتقط الحقائق من تغريدات تائهة، ولا يرقى الصدق إلى سطور تكتب بلغة عربية بالكاد تقرأ. تأتي التفاصيل الدقيقة في بيانات رسمية حاملة اليقين وكاشفة أدق التفاصيل. مرة أخرى يسقط البعض في اللا فعل. مرحبا بكم وأهلا بالجميع في حصاد أسبوع جديد. قبل الخوض في التفاصيل إليكم أبرز العناوين. إنجاز عالمي لمنتخبنا الوطني لرفع الأثقال، فارس حسونة يهدي الوطن ميدالية فضية في مونديال أمريكا. طائرة القطرية حملت إنفانتينو. رئيس الفيفا يعلن رفع الإيقاف، والدوحة تتنازل عن التنظيم. هي أيام فرح في الكويت العزيزة. الشارع الفلسطيني ينتفض نصرة للقدس، والرياضيون في الصفوف الأولى لأيام الغضب. اللجنة الأولمبية الدولية توجه ضربة موجعة للرياضة الروسية، وصحف أوروبا تتحدث عن عملية جوسسة. في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة عمالقة العالم، كان رباع منتخبنا الوطني فارس حسونة في أفضل حالاته الفنية والبدنية. كان تحديا صعبا، لكن عزيمة القادم من الدوحة انتصرت فأهدت الوطن ميدالية فضية. فارس حسونة اقتطع جانبا من الانتباه العالمي ودون اسمه في سجل الكبار في انتظار مواعيد مقبلة ستحمل معها مزيدا من الذهب والفضة. بين ثلة من أفضل الرباعين وأشهر ممارسي رياضة حمل الأثقال في العالم، تألق لاعب منتخبنا الوطني فارس إبراهيم المصنف 11 عالميا، وخطف جانبا من الأضواء خلال بطولة العالم للعمالقة المقامة بالديار الأمريكية وبالتحديد في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا. تجلت فروسية إبراهيم حين حل في المركز الأول في حركة الخطف وأنهى المسابقة ثانيا في النثر ليستحق الميدالية الفضية. خلال التجمع العالمي تألق الرباع الإيراني الشهير سهران مرادي الذي سجل رقمين عالميا وحصد 3 ميداليات ذهبية. مرادي حطم الرقم القياسي في فئة 94 كيلوغراما بخطفه 184 ونثر 220 ليحطم الرقم العالمي برفع 233، أي بزيادة كيلوغرام عن الرقم السابق. من جانبه توج تشيلي أرلي مينديز بيريز باللقب العالمي عندما سيطر على فئة 85 كيلوغراما. ضمن الفئة ذاتها حل البولندي كريستوف ماسيتش ثانيا، وكان المركز الثالث بالنصيب الإيطالي أنطونيو بيزولاتو. ولدى السيدات كانت الريادة إسبانية بواسطة ليديا فالنتين التي انتزع 3 ميداليات ذهبية في فئة 75 كيلوغراما برفعها مجموع 257 كيلوغراما، متفوقة على الإكوادورية باتريسيا باريرا والفرنسية غايل نايو كيتشانكي. لبرنامج حصد الأسبوع قطر هذا الأسبوع في قراءة لمحمد زوجان. العائد إلى دوحة قطر متوجا بالفضية العالمية، الرباع الذي نشر الفرح في القلوب، الرياضي الواعد الذي تعلق عليه الآمال في مواعيد دولية مقبلة، نجم منتخبنا الوطني لرفع الأثقال فارس حسونة ضيف حصاد الأسبوع في أول إطلالة إعلامية له بعد الإنجاز الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك وهنيئا. هذا التتويج. أهلا وسهلا بك، تشرف وجودك. إذن هذا أول إنجاز في رصيدك في هذه الفئة، كيف جهزت نفسك لهذا التحدي المونديالي؟
كان تجهيز عالي لينا هنا في الدوحة. عملنا معسكرات داخلية، بدأنا في معسكرات خارجية في أمريكا قبلها بعشر أيام. نعم. طبعا كان في مساعدة كبيرة من إذا كان من الطاقم الطبي والطاقم الفني، الجهاز الفني بتاعنا. الحمد لله حققنا ميدالية كانت صعبة. نعم. ما هي أهم الصعوبات التي واجهتك في حوارك المونديالي أمام عمالقة العالم وأنت الآن أصبحت واحدا منهم؟ أهم الصعوبات أنك قدرت أتحدى حاجز القلق بتاعي، أن أنا نزلت في سن صغير بتحدى أكبر ناس على مستوى العالم في سنهم أكبر، في أرقامهم، في رفع أثقال أكبر. قدرت أتحدى حاجز القلق بتاعي وأن أنا أقدر أفوز عليهم. نعم. بعد هذه الميدالية الفضية المونديالية، ما أهم الاستحقاقات التي أو المنتظرة في المستقبل القريب؟ حاليا عندنا تجهيز لدورة الألعاب الآسيوية بنأمل أن احنا نحقق فيها ميدالية. نعم. كيف ستكون الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية؟ استعداداتنا هنبدأ إن شاء الله من بداية السنة الجديدة، في عندنا أكثر من معسكر في أكثر من دولة، هيكون على مستوى عالي، هنقدر نلعب مع أبطال عالميين في المعسكرات ديت. معانا مجموعة من الطاقم بتاعنا الفني بيساعدونا ان احنا نعمل معسكرات مع دول عندهم رفع اثقال كبيره، فده هيدينا اكسبيرينس ان احنا نقدر نتحدى في دوره الالعاب الاسيويه ونحقق ميداليه فيها. نعم. ما الاهداف المنشوده في هذه الدوره المنتظره هناك في اندونيسيا؟ اهدافنا ان احنا نحقق ميداليه فيها، مش بعيده نقدر نحقق ميداليه، بس هتحتاج مننا مجهود كبير واعداد على مستوى عالي اكتر من اللي احنا عملناه. نعم. لمن تهدي هذا الانجاز؟ أهدي طبعاً. وبماذا تعد في المستقبل كذلك؟ طبعا بهدي الانجاز ده لدوله قطر وكل الشعب القطري، بوعدهم بمزيد من الانجازات، بمزيد من الميداليات في بطوله العالم القادمه، وكمان في دوره الالعاب الاسيويه. ان شاء الله نقدر دايما نحقق في انجازات اكتر ونفرح كل الشعب القطري. إذا حامل فضية بطولة العالم رباع منتخبنا الوطني لرفع الأثقال فارس حسونة، شكرا جزيلا لك. شكرا. انطلقت الاحتفالات في رحاب دولة قطر باليوم الوطني، وفتح درب الساعي أبوابه للزائرين والضيوف. في الأثناء طوى الدوري مرحلة الذهاب بعد أن توج الدحيل بطلا للشتاء. هذه عناوين أحداث الأسبوع والتفاصيل في سياق التقرير التالي. برفع علم الدولة عاليا خفاقا، انطلقت فعاليات درب الساعي معلنة بدء الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر. فضاء درب الساعي الذي يستقبل ضيوفه حتى 20 من هذا الشهر يقدم سلسلة من البرامج والمسابقات والأنشطة والرياضة تسجل حضورا قويا حتى تشارك القطريين والمقيمين على أرض الوطن سعادتهم بمناسبة عزيزة غالية على قلوب الجميع. طوى الموسم الكروي نصف المشوار، واختتمت مرحلة الذهاب بتتويج دحيل بطلا للشتاء متجاوزا الثلاثي الأبرز السد والريان والسيلية. في أسفل الترتيب يبدو الصراع مشتعلا، وتبدو فترة الراحة مساحة مهمة أمام فرق كثيرة لترتيب الأوراق، وعلى رأس اللائحة قطر والمرخية. وضع الاتحاد القطري لكرة الطائرة ثقته في المدرسة الأرجنتينية، وأعلن تعيين المدرب كاميلو سوتو على رأس الإدارة الفنية. وستكون بطولة التحدي العالمية المقررة اعتبارا من شهر مايو المقبل التحدي الأول أمام رجل المرحلة الجديدة، قبل ترتيب الأوراق لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية بين 18 من أغسطس والثاني من سبتمبر من العام المقبل. جمعت الدوحة صفوة نجوم العالم، ونجحت في تقديم نسخة مبهرة من الجائزة الكبرى للمبارزة. 45 دولة دفعت بأفضل ما لديها من أسماء، وخاضت تحديات هذا الحدث الذي استضافته أكاديمية التفوق الرياضي. الجائزة الكبرى انتصار جديد لدولة قطر، وتأكيد على موقعها الاستثنائي في الأجندة الرياضية العالمية.
بعد فاصل قصير نفتح الملف العربي لنتابع ما يحدث في الكويت وما يجري الآن في فلسطين. كأس الخليج في الكويت هدية قطر للأشقاء، والشارع الرياضي الفلسطيني ينتصر للقدس. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل الحصاد العربي. عادت الكويت إلى البيت الدولي واستعادت امتياز استضافة كأس الخليج في دورتها 23، كانت هدية دولة قطر للأشقاء في الكويت العزيزة على قلوبنا، وكانت انتصارا جديدا للثقافة الرياضية العالمية ولمبادئ الفيفا كما جاء في بيان الرئيس جاني إنفانتينو. إليكم متابعة لشريط الأحداث. وصل دولة الكويت فجرا على متن طائرة تحمل شعار الخطوط الجوية القطرية، وليس في الأمر ما يدعو للتعجب أو لطرح الأسئلة. دعينا على عجل إلى مطار حمد الدولي، وخبر رفع الإيقاف للتو ظهر في الصفحة الرسمية للفيفا. قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم وهو يتأهب لرحلة تقوده إلى الأردن، قال إن كأس الخليج ستقام في الكويت، وأنها ستكون هدية جميلة للأشقاء الذين نسعد لسعادتهم بالعودة إلى البيت الدولي. كان رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم قد شدد في مناسبات سابقة بأن كأس الخليج في دورته 23 لن يقام والمنتخب الكويتي خارج المسابقة. أشار وهو الذي يعتلي هرم الاتحاد الخليجي: سننتظر حتى الثانية الأخيرة، سنتحرك في اتجاهات كثيرة ولن يتسرب اليأس إلى قلوبنا. حدث هذا وقيلت هذه التصريحات والباحثون عن بطولات من ورق نائمون قبل أن يلتقطوا خيط الأحداث فتخرج تغريداتهم لتقلب الحقائق وكأن العالم بلا ذاكرة. ملهاة جديدة في زمن العبث واللافعل، وسقطة أخرى من سقطات أبطال الوهم والعجز والنفاق والكذب ممن تتساوى أحجامهم مع حجم سطور تغريدة بالكاد تقرأ في تويتر. نقطة تطوي ما سبق، وإليكم هذه الشهادة التي تضع حدا فاصلا بين الحق والباطل. يقول جاني إنفانتينو والرجل في أعلى هرم الفيفا: شكرا لدولة قطر ومبادرتها بنقل كأس الخليج من الدوحة إلى الكويت مصدر فخر للفيفا. يضيف: إن هذه الخطوة تنسجم والتزامات قطر باعتبارها بلدا منظما لكأس العالم ودولة حريصة على أن تكون اللعبة مصدر سعادة الشعوب، تعزز مفاهيم التضامن والصداقة وتنأى بنفسها عن أزمات عابرة. مقتطفة من تصريح جاء في بيان رسمي تصدر موقع الفيفا والاتحاد الدولي وبياناته تمسح وتنسف عبث مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج حصاد الأسبوع، الخليج هذا الأسبوع، في قراءة لأمير فحصي. ماذا بعد رفع الإيقاف الدولي؟ بأي وجه سيعود المنتخب الكويتي لكرة القدم لدورة خليجية هو ملحها وفاكهتها وبطل أبطالها؟ ما صدى الهدية القطرية بعد أن تنازلت الدوحة عن امتياز التنظيم للأشقاء؟ وكيف تقرأ تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو؟ مجمل هذه الأسئلة ننقلها إلى ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الكويت، المحلل والناقد الرياضي مبارك العنزي. مرحبا بك. السلام عليكم، مرحب فيك أخوي محمد. وعليكم السلام. بداية، كيف تقبلتم قرار رفع الإيقاف وكيف يجب أن يتم التعامل مع هذا الوضع الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، إذا أنت يعني المقدمة جميلة عن منتخب الكويت، قلت هي نورها وعفوا قلت هي فاكهتها وملح البطولة، فقطر هي نور هذه البطولة. نعم،
نود بداية فقط. لا يسعدني إلا أني أذكر. نعم تفضل تفضل تفضل. بداية أحب أشكر صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمه لهذه القضية وعودة الرياضة الكويتية ورفع الظلم والإيقاف في سنتين ماضيتين. أيضا أحب أشكر معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، وأيضا لا أنسى بالذكر الحكومة الكويتية متمثلة في السيد خالد الروضان وزير الشباب بالوكالة، وأيضا أعضاء مجلس الأمة ومن ضمنهم أعضاء لجنة الشباب والرياضة الأخ الفاضل أحمد نبيل الفضل. هذا من الجانب الكويتي، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأيضا أحب أن أشكر قطر حكومة وشعبا وعلى رأسهم صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم العز. شكرا لك، شكرا للشعب القطري، شكرا لكل من ساهم وساند هذه القضية رفع الظلم عن الكويت في كل الطرق في كل السبل. شكرا لقطر. نعم طيب، الآن السؤال هو كيف ستتعاملون مع الوضع الجديد؟ هو من الطبيعي طبعا هذه احنا نقول هذه صدمة، ولكن الحمد لله على كل حال، والفرحة تعم كل بيت كل شاب كل طفل كل رجل كل امرأة. ايضا يعني لا يخفي على احد ان من اهم الاشياء اللي يعتز فيها المواطن الكويتي هي الفانيلة الزرقاء، المشاركة في البطولات سواء الخليجية أو الآسيوية أو العالمية. الفرحة يا أخي والله العظيم يا أخوي محمد ما أقدر أعبر لك عنها عندما تم رفع الإيقاف أو رفع الظلم عن الكرة الكويتية. هي فرحة من الطبيعي تكون فرحة كل الخليجيين، ولكن بشكل خاص عن الكويت هي تشاهد الآن في كل يعني أغلب الأبراج اللي موجودة في الكويت متمثلة في أبراج الكويت. نعم. تشاهد هناك الإضاءة الزرقاء يعني رمز للمنتخب الكويتي، أيضا بعض الأبراج أضيف على هذا برج أريدو اللي هي للاتصالات شارك بهذه الاحتفالية بعد رفع الإيقاف. كل الأبراج سواء كانت على متمثلة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. فهذا أكبر تعبير ممكن أو ترجمة ممكن أوصل لك إياها أخوي. نعم محمد. نعم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أشاد بالمبادرة وشدد على أنها تنسجم ومبادئ الفيفا، حيث تنتصر الرياضة وتقطع مع الخلافات العابرة. أي قراءة ممكنة لهذه التصريحات؟ شوف بالنسبة لتصريح رئيس الاتحاد الدولي جياني، أنا أعتقد كان رد صاحب السمو عندما تشرف في زيارته إلى زيارة جياني إلى صاحب السمو. أعتقد رد صاحب السمو كان واضح وصريح، نحن لا خلاف لدينا مع كل المنظمات الدولية ولا يوجد لدينا أي تعارض، لكن للأسف البعض كان يحاول عرقلة هذه الأمور وخلق المشاكل. نعم. بين دولة الكويت والمنظمات الدولية، وهذا أعتقد رسالة معبرة وواضحة من أمير البلاد يعني. نعم، في تقديرك ما هي الصور التي يجب أن يقدمها كأس الخليج في دورته الثالثة بعد العشرين؟ ما سمعتك عفوا أخوي محمد. قلت لك في تقديرك ما هي الصور التي يجب أن يقدمها كأس الخليج في دورته الثالثة بعد العشرين؟ والله ما في أجمل من تلاقي الأشقة في دورة الكويت، ويعني شدني للأمانة تصريح أخوي ماجد الخليفي عندما قال البعض أن الكويت منتخب الكويت يعود إلى مشاركة في كأس الخليج، ولكن هو قال كأس الخليج يعود إلى الكويت. فهذا يعني وصف جميل مميز من شخص رائع إعلامي مميز يعني، وأنا أشكره وأحييه على هذا المدح اللامباشر بطريقة يعني نعجز عن التعبير عن شكره يعني. نعم وهذا واقع. طيب، ما هي الدروس المستفادة من فترة الإيقاف الدولي التي استمرت لحوالي العامين رغم تحدياتها وصعوباتها كذلك؟ شوف
شوف أخوي محمد، بلا شك هناك أكيد في سلبيات في بسبب هذا الإيقاف، وأكيد راح يشاهد الجميع أن هناك يعني فترة الإيقاف سببت في هبوط مستوى منتخب الكويتي، سواء على يعني حتى على مستوى التصنيف العالمي. لو نشاهد أن تصنيف الكويت وصل إلى أسوأ مراحله في يعني قبل الإيقاف وبعد الإيقاف، يعني كل ما له إلى هبوط. لكن أنا أعتقد أن هذه دورة الخليج هي دائما تحمل خصوصية لدى المنتخب الكويتي، وتحمل يعني معنى كبير لدى اللاعبين والشعب الكويتي والخليج عامة يعني. ولكن نحن أصحاب أكثر لقب، أنا أعتقد المنافسة بدأت بعد إعلان رفع الإيقاف عن دولة الكويت. نشاهد الآن في القنوات والرياضية أو على برامج التواصل الاجتماعي أن بدأت حرارة هذه البطولة مبكرا يعني، وإن شاء الله يعني نشاهد بطولة ممتعة. ولكن الأمتع من هذا كله أن تشاهد جميع الأشقاء الخليجيين يجتمعون في أرض الكويت، هي أرضهم كلهم، فنجتمع وتعود الابتسامة إلى كل الشعوب الخليجية من بوابة الكرة الخليجية ومن بوابة احتفال برفع الإيقاف. ولا ننسى بالذكر يعني رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد بعدما أعلن مسبقا أن لا تقام دورة الخليج إلا في وجود دولة الكويت، وهذا شيء يعني للأمانة يعني نعجز عن شكره ونعجز عن، ولكن هذا ما هو شيء غريب على أهلنا في قطر. إذا كانت الكويت قلب فقطر هي الوريد. كل التوفيق إذن المحلل والناقد الرياضي مبارك العنزي ضيفنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. في هذه الأرض ما يستحق الحياة، وعلى هذه الأرض العالمون قبل غيرهم بأن التاريخ لا يموت وأن الحق لا يمكن أن يتحول إلى باطل. فلسطين التي هزها قرار الإدارة الأمريكية تنتفض، والرياضيون يقاسمون أهلهم الحزن والجرح والتفاؤل خيرا بالمستقبل. شجرة الزيتون ستبقى وارثة الظلال، وإننا لمنتصرون. لعدة أيام تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا ميدانيا جراء الأوضاع السياسية، الإضرابات الشاملة التي عمت أرجاء الضفة الغربية وإغلاقات الاحتلال واعتداءاته العسكرية في مختلف المناطق كانت سببا في تعطل وتوقف معظم النشاط الرياضي في البلاد. يعني احنا هلا واحنا في التمرين قبل شوي تم القاء قنابل غاز علينا واحنا في التمرين، وعرفش يعني احنا يعني مصرين ومصممين على انه احنا نلعب كرة قدم برغم كل الظروف اللي بمارسها الاحتلال. الأسرة الرياضية في فلسطين ترفض ممارسات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية، إلا أن الحركة الرياضية في ذات الوقت جزء لا يتجزأ من أوضاع الفلسطينيين والمشهد السياسي كذلك. أنا أقول بأن الأسرة الرياضية بكل مكوناتها والأسرة الشبابية تتأثر لأنها جزء من هذا النسيج. الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يترك هؤلاء الشباب وهم جدوة الفعل النضالي بحالهم، وإنما يطاردهم حتى في الملاعب. تصور بأن الملاعب باتت هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس القريب كان هنالك قنابل مسيلة للدموع في ملعب الشهيد فيصل الحسيني. الفترة الأخيرة بنعيشها حاليا شاهدنا الاحتلال بوضعه للحواجز بقتل الإنسان الفلسطيني باستهدافه البنية التحتية، يحاول أن يقتل الرياضة الفلسطينية، وبالفعل هو في مرات كثيرة أثر على الرياضة الفلسطينية وشهداء كثر لنا كلاعبين وكإعلاميين. شهدت الرياضة الفلسطينية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة كالملعب البيتي والتأهل لبطولة آسيا، ومؤخرا أفضل تصنيف للفدائي في التاريخ بين منتخبات العالم حسب الفيفا، متقدما على المنتخب الإسرائيلي. في الجانب الآخر تحاول إسرائيل دوما تجميد هذه الإنجازات الرياضية بسياستها التي تستهدف المنظومة الرياضية الفلسطينية. يخشى الشارع الفلسطيني من تأثير الأوضاع السياسية على تطور الرياضة، علاوة على المضايقات الإسرائيلية التي كانت وما زالت تستهدف الرياضة الفلسطينية بكل مقوماتها. لبرنامج حصاد الأسبوع، محمد بدارني، قناة الكأس، فلسطين.
ما حدث بقرار من الإدارة الأمريكية قضية وطن وشعب. انتفض الوطن العربي وانتفضت فلسطين غضبا، وكان الرياضيون في الصفوف الأولى دفاعا عن القدس وعن الحق الذي ينتصر عاجلا أم آجلا. لمتابعة المشهد في فلسطين العزيزة ينضم إلينا مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من مدينة رام الله مدير الدائرة الفنية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أحمد الحسن. أهلا بك سيدي الكريم. أهلا بك أخي الكريم، وتحياتي لكل جميع مشاهدين قناتكم. بداية، كيف تقبلتم كرياضيين قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية القدس، تحية الأقصى، تحية فلسطين إلى جميع جماهير الأمة العربية والإسلامية، وأقول لهم أنه القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن باقون هنا، نحن أهل هذه الأرض، ونحن نمتلك الهواء، ونحن نمتلك المياه، ونمتلك كل شيء، ولا أحد يستطيع أن يغفل حقنا أو يبعدنا عن حقنا، ونحن كرياضيين كجزء من هذا من النسيج الفلسطيني وجزء من المجتمع الفلسطيني، ونقول لكل العالم سواء كان ترامب أو غير ترامب إن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، ونحن جزء من هذه من هذا الصراع. ونحن حتى نوضح نقطة مهمة جدا، نحن صراعنا مع الإسرائيليين هو ليس نزاع ولكن هو صراع. إذا كان نزاع فيمكن النزاع أن يحل إما عبر القانون أو عبر التفاوض، ولكن الصراع هو هذه الحقوق يجب أن تنتزع انتزاع من هذا المحتل، ونحن قادمون وعازمون على أجل نيل حقوقنا من هذا المحتل ومن جميع الأصعدة، سواء كانت في الرياضة أو في الثقافة أو حتى بطرد المحتل من أرضنا، وهذا إن شاء الله قريب سواء كان عاجلا أم آجلا. نعم، أوقفتم النشاط الرياضي، هل من تحركات أخرى للضغط ولمساندة شعبكم في هذه المرحلة الصعبة لنقل؟ يعني أنا بتقديري كانت الرياضة الفلسطينية هي السباقة لمواجهة الاحتلال منذ عام 2008، وبدأنا هذه الحملة من خلال فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الرياضة الفلسطينية، اللي هي جزء لا يتجزأ من نشاطات واهتمامات الشعب الفلسطيني، بدءا من عملية اللي هي منع دخول المحاضرين، منع دخول المعدات، منع تنقل الرياضيين، منع دخول المنتخبات الشقيقة والصديقة، ومنعنا أيضا من خوض المباريات الدولية، منعنا من إقامة بنية تحتية على الأرض الفلسطينية. كل هذه الأمور بدأنا هذه الحملة من عام 2008 وحققنا يعني شوط كبير، وقطعنا شوط كبير وحققنا جزء كبير من الإنجازات والانتصارات على هذا المحتل. والآن في توجد بيننا وبينهم معركة توجهت إلى محكمة الكاس، ألا وهي أندية المستوطنات التي تمارس الرياضة على الأرض الفلسطينية، وهذا منافي لكل الشرائع الرياضية والقوانين والأنظمة واللوائح، وإن شاء الله سوف تنتصر الرياضة الفلسطينية على هذا المحتل في هذه الجزئية. وأنا بدأ بتقديري باعتبارها هي جزء مكمل لطرد هذا المحتل من أرض فلسطين، مثل ما يفعل أبناء شعبنا الفلسطيني سواء كانوا في القدس أو في باقي المدن الفلسطينية وفي قطاع غزة. نعم، أحمد الحسن ابقى معنا، ففي هذه الأثناء ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف من القاهرة النجم السابق للكرة الفلسطينية رمزي صالح. مرحبا بك. بداية، كيف تتحركون وأنتم خارج الوطن دفاعا عن القدس أو عن أقدس قضايانا العربية؟ يعني بصراحة احنا بنتحرك وبنحاول نحن نوصل صوتنا قبل قرار ترامب وقبل هذه القضية. هو يعني قرار غاشم، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، سواء بهذا القرار قبله أو بعده احنا بنتحرك. أصبح المنتخب الفلسطيني يعني جزء من العمل الوطني الفلسطيني وجزء من نضال الوطن الفلسطيني. احنا كرياضيين نجاهد بطريقتنا الخاصة وسلاحنا وكرة القدم. نعم، نوجه رسالة للعالم كله، وأكبر دليل يعني هذا وحصل إنجاز يجب على الجميع يعني أنه ما يغفل ويجب تسليط الضوء عليه، أن المنتخب الفلسطيني تجاوز الاحتلال في تصنيف الفيفا، فهذا انتصار رياضي بطعم سياسي. رغم الويلات الاحتلال الذي يعاني منها الفلسطينيين سواء بعد قرار ترامب أو قبله، احنا بنعاني، ما لا يوجد لاعب
المنتخب الفلسطيني ما عانى من ويلات الاحتلال، سواء نعم. انا على المستوى الشخصي توفى والدي وما قدرت اشيع جثمانه او اشارك في تشييع جثمانه بسبب اغلاق المعابر. ايضا صعوبه حركه اللاعبين الرياضيين، وجاء وفد من الفيفا وحاولوا يتحركوا في هذا الموضوع، لكن برضه مش كفايه ومش بالشكل المطلوب. اعتقد انه الانجازات اللي حققت في ظل الظروف الصعبه اللي بنواجهها هي اكبر بكثير من يعني من اي شيء اخر. احنا كرياضيين وناظر في مجالنا اعتقد انه كره القدم هي منبر لتوصيل الصوت للعالم، هي اكثر احيانا او اقوى من المنابر السياسيه. المنتخب الفلسطيني في السنوات الاخيره قدر انه هو يوصل رسالته وصوته للعالم. طيب، هل من رساله للرياضيين في الوطن العربي؟ وهل يمكن ان تكون الرياضه وسيله للضغط؟ اكيد في رياضيين كثير يعني شاركوا في لافتات سابقه كمحمد ابو تريكه وكنوتي وزير التضامن مع الفلسطينيين، لكن اعتقد احنا كرياضيين هذا واجبنا، هذا اتجاه بلدنا واتجاه فلسطين. هي بلد لكل العرب، والقدس هي مدينه اسلاميه عربيه، وهي يعني عاصمه لكل العرب ليس فقط الفلسطينيين. اتمنى يعني احنا اصلا ما بنعترف باسرائيل حتى نعترف بعاصمتها القدس، فهذا اعتقد انه كل واحد واجبه انه يجاهد في مجاله ويقدم حتى لو جزء بسيط نعم باي شيء، سواء معنويا او سواء كان ماديا او معنويا او ما شابه ذلك، لتقديم صوره يعني بسيطه او تقديم دعم بسيط لفلسطين، ان فلسطين غاليه على الجميع. نعم، اذا النجم السابق للكره الفلسطينيه رمزي صالح، شكرا جزيلا لك. عودتنا الان الى ضيف حصاد الاسبوع من رام الله، مدير الدائره الفنيه بالاتحاد الفلسطيني لكره القدم احمد الحسن. السؤال الان، الكرة الفلسطينية قدمت أكثر من درس في الفترة الأخيرة، تقدمت على الاحتلال في تصنيف الفيفا وبلغت نهائيات أمم آسيا، ألا يخشى من تراجعها في هذه الظروف الصعبة؟ يعني بكل تأكيد يعني الاحتلال سوف لن يترك الرياضة الفلسطينية وبالتالي كرة القدم أن تتفوق عليه، وحقيقة هو حصل على صفعة كبيرة جدا في تصنيف الفيفا للشهر المنصرم، تقديري هذه سوف جعلته تعيد حساباته، سوف يضع كثير من المعيقات والكثير من المعوقات من أجل أنه تتراجع الكرة الفلسطينية، ولكن أنا بقول لك هي إصرار الرياضيين الفلسطينيين وإصرار شعبنا وإصرار القيادة الرياضية على أنه نبقى متفوقين عليهم، بل سوف نذهب بعيدا بالتفوق عليهم. نعم. وإن شاء الله هذا سوف ينعكس في أداء منتخباتنا، وحتى نكون واضحين أيضا يعني مثل ما عند المنتخب الوطني الأول استطاع أن يصل نهاية أمم آسيا في الإمارات عام 2019، أيضا أن المنتخب الأولمبي استطاع أن المغادرة هذا اليوم أمس إلى عمان لأجل عمل المعسكر، وذلك بسبب تأهل إلى نهاية أمم آسيا في الصين، وإن شاء الله سوف يظهر أيضا بمستوى مشرف، وسوف تكون داعم أساسي ومهم من أجل إيصال رسالة إلى كل العالم بأنه الرياضة هي جزء لا يتجزأ من عملية تحرير الأرض والإنسان وتحرير الأقصى إن شاء الله. نعم، الأزمات مع الاحتلال تتلاحق، كيف ستتعاملون مع هذه التحديات والعوائق التي تعد جزءا من المعركة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة وتعزيز النجاحات الحالية؟ يعني انا بتقديري حتى يعني نحكي بوضوح اخي الكريم، نعم. احنا يعني نحن ك يعني نحن في الصف الاول في المواجهه مع الاحتلال الشعب الفلسطيني بكل اطيافه، ولكن وانا وعدينا العده من اجل مواجهه هذا الاحتلال بكل السبل الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه والنضاليه، ولكن نحن بحاجه الى دعم من اخواننا العرب والمسلمين ان يوقفوا معنا، سواء كان عبر وسائل الاعلام او عبر الدعم يعني في 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 جميع الاتجاهات يدعمونا. وحقيقه انا هون يمكن من منبركم هذا بوجه رساله لإخواننا في الخليج العربي، سوف تقام بعد أسبوعين بطولة الخليج العربي في الكويت. نعم. بعد رفع الحظر عن إخواننا الكويتيين، بنبارك لهم هذا رفع الحظر، أتمنى عليهم أن تسمى هذه البطولة بطولة القدس، من أجل تكون بتقديري إذا يعني توصل إلى قرار إخواننا قيادات الخليج الرياضية في أنهم يسموا هذه البطولة بطولة القدس، سوف تكون صفحة كبيرة إلى كل من حاول أن ينطس هوية هذه المدينة وأن يحاول أنه يغتصبها من أصحاب الشرعيين، تقديري سوف يكون هذا عامل مساعد ومحفز كبير لنا من أجل الثبات على أرضنا وعلى أقصانا.
إذن مدير الدائرة الفنية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أحمد الحسن تحدث مباشرة من مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نفتح بعده الملف الدولي تحت عنوان ضخم: زلزال يهز روسيا، هل حسم ملف المنشطات أم للقضية ارتدادات أعنف؟ أرحب بكم من جديد وإلى تفاصيل ملف عالمي مشتعل. روسيا في مواجهة غضب اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن كشف المستور وخرجت اتباعا تفاصيل قصة أشبه بقصص أفلام الجوسسة في حقبة السبعينات، كما قالت الصحيفة الفرنسية ليكيب. الرياضة الروسية تورطت في عملية بالغة التعقيد للتلاعب في نتائج فحوصات الكشف عن المنشطات، والإدانة تحمل أدلة صارخة ومعطيات لا يرقى إليها الشك. هذه إطلالة تكشف خفايا احتاجت لكثير من الوقت ولكثير من الجهد حتى تخرج للعلن. صادمة كانت الحقيقة، لذلك كان القرار صادما، ليس فقط لمن طالتهم اتهامات اللجنة الأولمبية الدولية وعقوباتهم الثقيلة، بل العالم أفاق ذات صباح على ما كان يجري في جنح الظلام، أو كما قالت صحيفة فرنسية شهيرة: ما كان يحدث على طريقة أفلام الجاسوسية في حقبة السبعينات. نحن أمام جريمة منظمة مكتملة الأركان، تداخل فيها السياسي بالرياضي. نحن أمام مؤامرة خططت مراحلها بدقة ونفذت باحترافية بالغة. أبطالها صناع قرار، شخصيات عامة، ولفيف من المسؤولين، وضحاياها أسماء رياضية بارزة سقطت في مستنقع المنشطات، لتغلق أمامها الآن أبواب الدورات الأولمبية والمواعيد الكبرى مدى الحياة، وتحرم في الأثناء أسماء أخرى من خوض ألعاب شتاء 2018. هذه عملية ممنهجة، أدلة الإدانة فيها ثابتة لا يرقى إليها الشك. هكذا تحدثت اللجنة الأولمبية الدولية وهي تعلن النتائج الأحدث لتحقيق امتد وقتا طويلا وكان مثار جدل وخلافات معلنة وغير معلنة بين اللجنة والعاصمة موسكو. العقوبات امتدت أيضا لنائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو الذي تم إيقافه مدى الحياة، وقد كان في وقت سابق وزيرا للرياضة عندما استضافت سوتشي الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014. وكان هذا الزلزال الفصل الأخير لملف ثقيل كما تقول التقارير الدولية، لكن صحف القارة العجوز تمضي في اتجاهات أخرى لتشير إلى أن القضية الشائكة التي أغلقت بابا فتحت أبوابا أخرى وأطلقت إشارات لبدء التحقيق في العالم السري للرياضة العالمية وفق خطة جديدة. لبرنامج حصاد الأسبوع العالم هذا الأسبوع في قراءة لعبد الهادي أبو حمدة. هل حسم كل شيء أم لقضية سقوط الرياضيين الروس في مستنقع المنشطات تفاصيل أخرى لم تكشف بعد؟ ما وقع الإدانة ومتى لها من قرارات صادمة على الشارع في روسيا؟ وما هي المساحات المتاحة لصناع القرار هناك في روسيا للتصدي لسلسلة العقوبات؟ لمناقشة هذه النقاط ينضم إلينا مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة موسكو المحلل والناقد المختص في شؤون الرياضة الروسية يفغيني سيدروف. مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور. أدلة وصفتها اللجنة الأولمبية الدولية بالثابتة والمؤكدة، هل كشف المستور أم نحن أمام ملف يتابعه العالم من زاوية واحدة؟ أعتقد بأن الحديث ربما يدور عن أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة الحديثة،
ولكن الاتهامات التي توجه إلى روسيا بالتلاعب مثلا بعينات الفحوصات وبإخفاء بعض الوقائع الأخرى المتعلقة بمشاركة الرياضيين في الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي برأيي تعتمد على خلفية سياسية ملائمة يعني للغاية في هذا الوقت. لو افترضنا أنه لم تكن هناك أحداث سياسية ساخنة شهدها العالم في السنوات الأخيرة مثل قصة ضم القرم إلى روسيا والأحداث في أوكرانيا وقضية مزعومة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، لما أعتقد بأن هذه الفضيحة قد نشبت يعني في الحركة الأولمبية الرياضية على الأقل بنفس الحجم، وبالتالي ربما هناك من استغل الأوضاع يعني غير ملائمة بالنسبة لروسيا من منظور الدول الغربية لإثارة هذه الفضيحة وتضخيمها يعني بشكل كبير جدا. والحقيقة أن ما يقال عن كل هذه الوقائع والأحداث المتعلقة بالتلاعب وإلى آخره وبتدخل الحكومة في هذه الأمور في الحقيقة لا يعتمد على أدلة واضحة وإنما فقط على بعض الشهادات التي أدلى بها بعض المسؤولين منهم مدير المركز الروسي. لكن سيدي الكريم عذرا عن المقاطعة، نعم. لكن اللجنة الأولمبية الدولية تفضل. قالت إن عملية التلاعب في نتائج فحوصات الكشف عن المنشطات كانت ممنهجة وإن شخصيات بارزة متورطة. ما صحة هذه الإدانة إذن؟ لا نعم، ولكنها لم تشر إلى من هو مثلا المسؤول الذي يتحمل المسؤولية عما يوصف بأنه جريمة وعما يوصف بأنه حالات التلاعب. هناك إيقاف لوزير الرياضة والآن هو نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو مدى الحياة، ولكن لم يتضمن التقرير أي إشارة أو أي أدلة مباشرة، نعم. على تنم عن دلوع السيد موتكو إلى هذه الفضائح كلها، ولا بالمناسبة على دلوع أي مسؤول روسي سواء في الحكومة أو في مجال الرياضة فيما يتعلق بما يقال إنها جرائم وما يقال إنها حالات تلاعب وإلى آخره. طيب، سلسلة من العقوبات والإيقافات تراوحت بين الشطب النهائي والحرمان من أولمبياد شتاء 2018، مع ذلك لا يبدو الرد الروسي قويا. أليس في هذا الأمر إشارات بأن موسكو تقبل الأمر الواقع؟ لا يمكن القول أن موسكو تقبل بالأمر الواقع، وإنما هي اعترفت ربما ببعض الحالات المتعلقة بتعاطي المنشطات، وليس الأمر غريبا لأن العديد من الدول رياضيها أيضا يعني كانوا قد تورطوا في مثل هذه الفضائح. ولكن الحديث هنا يدور فيما يتعلق بروسيا بأن هناك كانت حملات ممنهجة وهناك كان تدخل مباشر من قبل الحكومة والدولة والإشراف على كل هذه الحالات المتعلقة بتلاعب عينات الفحوصات وبأن الرياضيين أخفوا العينات التي كان يمكن أن يكشف عن تورطهم في هذه القضايا. وبالتالي رد روسيا أعتقد أنه معقول لأن روسيا اعترف ببعض الحالات المتعلقة بتعاطي المنشطات، ولكنها تفضل الآن ألا تقدم على قطيعة مع اللجنة الأولمبية الدولية ومع الحركة الأولمبية العالمية، نعم. وإنما تسعى للتعاون معها. الدليل على ذلك إنشاء وتأسيس وكالة روسية مستقلة لمكافحة المنشطات في روسيا. نعم، صحيفة ليكيب الفرنسية وفي تقرير مطول تحدثت عن عملية أشبه بعمليات الجوسسة، ثقب في الجدار يفتح على مختبر سوتشي وتلاعب بالعينات في الظلام. ما صحة هذا التقرير؟ نعم، هذه القصة تبدو جميلة جدا ولا سيما للمشاهدين الذين يتفرجون مثلا على الأفلام أفلام جاسوسية وإلى آخره، ولكن أعتقد أنه لم تسوق أي جهة دولية أو أولمبية دولية
أي براهين أو أي أدلة تدل مباشرة على أن ما تصفه صحيفة كيب بالقصة الجاسوسية قد كانت قد وقعت يعني أو حدثت في الواقع؟ كانت هناك بعض الأفكار بهذا الشأن، وكان هناك بعض المزاعم، لكنها لم تتضمن كما قلت أنا في البداية أي أدلة تنم عن أن هناك مثلا ثقبا في الجدار، وأن هناك ضباط للمخابرات تعاونوا ونسقوا أعمالهم مع الأجهزة الرياضية الروسية. وبالتالي أعتقد أنه لا أساس لمثل هذه المزاعم، وهي فقط لتضخيم ما حدث ربما بالفعل من حالات منفردة لتعاطي المنشطات من قبل الرياضيين الروس. نعم، في ظل كل ما سبق وما تحدثنا عنه، ما هي مساحات التحرك المتاحة أمام موسكو للتصدي لهذا الزلزال العنيف الذي هز رياضتها؟ لا أعتقد بأن موسكو الآن تريد أن تتحرك بشكل مثلا معاد للجنة الأولمبية الدولية، وهي لا ترفض التعاون معها. الدليل على ذلك تشكيل لجنة، يعني تشكيل هيئة اجتماعية مستقلة لمكافحة تعاطي المنشطات بقرار من الرئيس بوتين، وكلف السيد فيتالي سميرنوف وهو الرئيس الفخري والعضو السابق في اللجنة الأولمبية الدولية، كلف برئاسة هذه الهيئة المستقلة التي تم تشكيلها. الغريب في الأمر بأن ما من موظف رياضي من اللجنة الأولمبية ولا من اللجان الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات لم يقبلوا بدعوات متكررة وجهتها إليها روسيا لزيارة موسكو، ولكي يروا بأم عيونهم ما الذي حدث على صعيد مكافحة المنشطات وإزالة أثار بعض الفضائح التي كانت قد حدثت في الماضي. والغريب كيف يمكنهم أن يحكموا على الأوضاع في روسيا من بعيد؟ أليس من الأفضل أن يقبلوا بهذه الدعوة وأن يروا بعم عيونهم بأن هناك رغبة صادقة من قبل الحكومة الروسية المسؤولين الرياضيين في روسيا في التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية؟ نعم، إذن المحلل والناقد والمختص في شؤون الرياضة الروسية يفغيني سيدروف كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. في غضب اللجنة الأولمبية الدولية إشارات صارخة، وفي صمت موسكو أو بعض مؤسساتها إشارات على قدر كبير من الأهمية. الملف لم يغلق، لكن أخطر أسراره كشفت، أو هكذا يبدو الأمر على ضوء أحداث الأيام الأخيرة. نلتقي بعد أسبوع، في أمان الله.